وحول هذا الموضوع قال السيد هاشم العلوي رئيس العمليات الحسابية بوزارة الإسكان، قال إنه من المتوقع أن يسجل العام 2021 أعلى عدد مستفيدين من برنامج مزايا مقارنة بالسنوات السابقة. ولله الحمد في عام 2020 بلغ عدد المستفيدين من البرنامج ما مقداره 1665 مستفيد. نتوقع من خلال قراءة سريعة للمعاملات التي تم إنجازها في الثلاث شهور الأولى أو الربع الأول من عام 2021 أن يكون عدد المستفيدين من برنامج مزايا هذا العام هو الأعلى بالمقارنة مع السنوات السابقة. وطبعا كل هذه السنوات والتطور اللي لامس البرنامج يأتي في إطار توجيهات الحكومة الموقرة تطوير الملف الإسكاني وتوفير الحلول المبتكرة له. وهذا ما رصدناه من حجم التعاملات في البرنامج والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير البحرينية، سواء من خلال تكاليف إنشاء الوحدات من قبل المطورين أو من خلال التمويلات المالية التي تمنحها المؤسسات المصرفية.